نعم. فضيلة الشيخ، أما متنفل مفترض وكانت الفائتة لهذا المفترض 4 ركعات فقام فصلى به ركعتين إمام وسلم الركعتين ثم قام المفترض وأكمل الصلاة الرباعية، فما حكم هذا؟ لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفترض، ولا حرج أيضا أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. نعم.